فرص العطاء كثيرة من أبوابها، والخير مولود له عشاق، لن يتقن الأعمال إلا مخلص متبسم متفائل سباق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم شيماء عادل من تيم علوم بشكل جديد. هكمل معاكم كورس الفايكولوجي وناخد ديفيجن جديدة، ديفيجن سيانوفايتا. ديفيجن سيانوفايتا دي بنقول عليها بلو جرين ألجي. ليه بنقول عليها كده؟ علشان البيجمنتس اللي بتكون موجودة فيها هي اللي بتديها البلو جرين كولر. طيب ايه الكاركتر اللي فيها؟ اصلا في البداية السيانوفايتا دي او بنقول عليها السيانوبكتيريا، في دراسات اتعملت في البداية، فكان في شوية علماء بيقولوا ان السيانوفايتا دي تبع البكتيريا، وشوية علماء تاني يقولوا ان هي تبع الالجي. فبسبب الدراسات دي وان لقوا في افينيتي، في حاجات كده متشابهة في السيانوفايتا شبه البكتيريا، اطلقوا عليها مسمى سيانوبكتيريا. يعني هما في الاخر ضموها للالجي بس سموها سيانوبكتيريا. الممبر بتاع السيانوفايتا دي بقى بتكون فوتوسينثيتك، وهي جرام نيجاتيف بروكاريوت. هي جرام نيجاتيف لان هي فيها افينيتي من البكتيريا، من بعض الافينيتي دي ان هي بتكون جرام نيجاتيف. طبعا زي ما احنا عارفين ان البكتيريا فيها جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف، فالسيانوبكتيريا او السيانوفايتا بتكون جرام نيجاتيف. بتكون شبه الايوكاريوتيك الجي والهاير بلانت لان هي عندها كلوروفيل اي، هي بتكون شبهها في الحاجه دي. كمان عندها بيجمنتس تانية غير الكلوروفيل اي، عندها زي الكاروتين والفايكوبيلين. الفايكوبيلين دي عرفنا المره اللي فاتت لما خدنا الريد الجي او الرودوفايتا، عرفنا ان هي كان عندها الفايكوبيلين بيجمنت دي، ودي اللي كانت مسؤوله ان هي تديها الريد كولر. ولو نفتكر ان الفايكوبيلين دي كانت عبارة عن تو بيجمنت اللي هي فايكوسيانين وفايكو إريثرين، هنا نفس الكلام، السيانوفايتا عندها الفايكوبيلين، عندها بلو فايكوسيانين وريد فايكو إريثرين. تمام، وهنعرف شوية كده ان السيانوفايتا فيها كمان افينيتي من الريد ألجي بسبب ان هي عندها فايكوبيلين زي الرودوفايتا بالظبط. كمان مش عندها فلاجيلا، ليك فلاجيلا. طيب هي بتتحرك ازاي السيانوفايتا دي او السيانوبكتيريا؟ بتتحرك عن طريق الجلايدنج لان هي بتكون عندها جيلاتينوس لير. هنشوف يعني مثلا هنا ده كده الطحلب ده بنقول عليه النوستوك، بيكون حواليه كده بيكون في جيلاتينوس لير، عن طريقها بتحصل عملية الموفمنت. بعد كده they don't have sexual reproduction. كمان لما نيجي نوصل للreproduction بتاع السيانوفايتا هنعرف ان هي بتحصل عن طريق النوعين اللي هما الفيجيتاتيف والاس سيكشوال. السيكشوال مش موجود. دي كده كانت الكاركتر بتاعت السيانوفايتا. There are found in all kind of water habitat. بتكون موجودة في كل انواع الووتر كلها، اما بتكون بقى free floating او بتكون بلانكتونيك، عاملة زي الهائمات النباتية أو الهائمات الحيوانية اللي بتكون في البحر. Due to their higher growth they formed water bloom. لأن هي بتعمل growth سريع جدا، بتكون حاجة كده عاملة زي الووتر بلوم، بنلاقي طبقة كبيرة خضرة كده على سطح المية. ده بسبب الجروث الكتير بتاع الطحالب خاصة السيانوفايتا. السيانوفايتا ممكن تكون في أشكال كتيرة، ممكن تكون كوكويد سينجل أو جروبس، ممكن تكون فيلامنتوس أند برانشيد. بعضها بيكون عنده جيلاتينوس شيس، عرفناها من شوية الجيلاتينوس شيس أو الجيلاتينوس لير علشان تحصل الجلايدنج موفمنت. السيل ستراكشر بقى بيتكون من ايه؟ التركيب الخلوي بتاعها، اكيد عندها سيل وول، والسيل وول ده بيكون مالتي لير، بيتكون من اكتر من طبقة. البرينسيبال كومبوننت في السيل وول بيكون بيبتيدو جلايكان ميورين، ده البرينسيبال كومبوننت في السيل وول، بيبتيدو جلايكان ميورين. كمان فيها سيانوفايسين
وبولي فوسفات وفيها ليبيد ورايبوسوم وجاز فاكيول ونيوكليوبلازما. لو نلاحظ هنا ان مفيش مثلا ميتوكوندريا، مفيش جولجي بوديز، مفيش الاورجانيلز اللي هي الواضحة في اي خلية دي. طيب الريبرودكشن بقى بيتم ازاي؟ قلت من شوية ان السيكشوال مش موجود، وعرفنا ان هو موجود بالطريقتين التانيين، يا اما فيجيتيتيف او سيكشوال. الفيجيتيتيف فيجيتيتيف او اسيكشوال، الفيجيتيتيف بيحصل عن طريق الفراجمنتيشن في حالة ان هو كولوني، يعني لو كولوني او فيلمنت هيحصل عن طريق الفراجمنتيشن، ولو هي يوني سيلولار يبقى هتحصل عن طريق الباينوري فيجن. تمام. طيب لو اسيكشوال بقى هيحصل عن طريق حاجة من الخمسة دول. طبعا عارفين ان الاسيكشوال بيحصل عن طريق سبورز. اي نوع سبورز بقى؟ اندوسبورز، اكزوسبور، نانوسبورز. نانوسبور دي معناها ان هي صغيرة جدا. اكاينيتس او هيتيروسيست. الاكاينيتس والهيتيروسيست دول بيكونوا بيحصل ريبرودكشن بيهم بس في الانفيفرابل كونديشن، في الظروف الغير ملائمة. تمام. ده كده الريبرودكشن. الكلاسيفيكيشن بقى، السيانوفايتا بيكون فيها 3 كلاسز. ايه هما؟ اول واحده كرو كوكو فايسي، ودي الجنرال اللي فيها او الممبرز اللي فيها بتكون يوني سيلولار وكولونيال. تمام. يا اما بتكون يوني سيلولار او كولونيال، ده اول واحده. تاني كلاس اللي هي كيمو سايفونو فايسي، ودي بيكون فيها سودو فيلامنتس جنرال. الكلاس الثالثه اللي هي هرمونو هرموجونو فايسي، ودي بيكون فيها فيلامنتس جنرال. دول الثلاثة كلاس بتاع السيانوفايتا وما فيهاش غيرهم. يبقى ده كده الكلاسيفيكيشن. طيب انا في البداية قلت ان في شوية علماء كانوا عايزين يضموا السيانوفايتا دي، كانوا عايزين يضموها لعلم البكتيريا، وشوية علماء تاني كانوا عايزين يضموها لعلم الطحالب. على اساس ايه كانوا عايزين يضموها للبكتيريا، وعلى اساس ايه عايزين يضموها للطحالب؟ علماء البكتيريا قالوا ان السيل وول بتاع السيانوفايتا، السيل وول بتاعها جرام نيجاتيف، ده شبه البكتيريا. وكمان النيوكليير ماتيريال، الماده الوراثيه او الماده النوويه اللي جواها، ما فيهاش نيوكليير ميمبرين، ما فيهاش غلاف نووي. تمام. ما فيهاش غشاء نووي خالص، هي موجوده كده. كمان ما فيش اورجانيلز. انا قلت من شويه ان احنا لاحظنا ان ما فيش مثلا ميتوكوندريا، ما فيش جولجي بوديز، ما فيش الحاجات الاورجانيلز دي اللي هي عضيات الخليه. يبقى دول الثلاث اسباب ليه العلماء كانوا عايزين يضموا السيانوفايتا لعلم البكتيريا. تمام. الثلاث اسباب دول، اول حاجه ان السيل وول بتاعها بيكون جرام نيجاتيف، والنيوكليير ماتيريال ما فيهاش نيوكليير ميمبرين، في كمان ما فيش اورجانيلز في السيانوفايت. طيب علماء الطحالب بقى كانوا عايزين يحطوا السيانوفايت للطحالب ليه؟ للتلات اسباب دول، خاصه للريد الجي. لقوا ان هي بتحتوي على فايكوبيلين بيجمنت. الفايكوبيلين انا قلت من شويه ان هي كانت فايكوسيانين وفايكو اريسرين، ودي كانت شبه الريد الجي او الرودوفايت. كمان السيانو فايسين ستارش، المرة اللي فاتت خدنا ايه؟ خدنا ان الرودوفايتا كان عندها الفود ريسيرف ماتيريال بتاعتها كانت فلوريدين ستارش. هنا الفود ريسيرف ماتيريال في السيانو فايتا كانت سيانو فايسين ستارش. فلقوا ان الكيميكال ستراكشر او الكيميكال كومبوزيشن بتاع السيانوفايسين ستارش شبه الفلوريدين ستارش اللي موجود في الرودوفايتا، وبالتالي الاثنين بالتالي كده ايه يضموا السيانوفايتا للالجي. تمام. وكمان قلنا الفايكوبيلين. طيب ايه السبب كمان؟ في كمان ان هي ما عندهاش فلاجيلا ولا موتايل ستيج، لان لسه عارفين من شويه ان هي الحركه بتاعتها بتكون عن طريق الجلايدنج، لان اللي بيسهل عليها كده الجيلاتينوس لير او الجيلاتينوس شيث اللي موجود عندها. يبقى ده كده الافينيتي ويز بكتيريا اند رودوفايتا، ليه العلماء كانوا عايزين يضموا سيانوفايتا للبكتيريا، وليه كانوا عايزين يضموها للريد الجي او للالجي عامه. دي الاسباب عموما. كده خلصنا سيانوفايتا.
ان شاء الله المره الجايه بقى نتكلم عن الكلوروفايتا. ودي يعني لو نلاحظ ان الديفيجنز اللي انا اتكلمت عنها دي كلها كانت بسيطه جدا. الكلوروفايتا بقى دي اكبر ديفيجن موجوده في الطحالب عموما، فربنا يسهل ان شاء الله نشرحهم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فرص العطاء كثيرة أبوابها، والخير مولود له عشاق لن يتقن الأعمال إلا مخلص متبسم متفائل سباق.